شيخة البازي كسرت الحواجز وتعيش بين الجنود الفاخرة، تعيد البهجة من جديد لكل قطعة تصل لزاويتها الخاصة، الزاوية التي عادت بها من نيويورك بعد بعثتها، بالإضافة لشهادة الماجستير في الشؤون القروية والبلدية. قصتي طبعا انا كنت ادرس في نيويورك وزي كده خرب علي الله يكرمك جزمه مره كنت احبها، يعني احب البسها، من ماركه مره معروفه، خربت علي وانكسر الكعب، وديتها مكان لما صلحتها وجيت استلمها انا تفاجات انه ممكن في شيء ترجع جديده، فاهم علي؟ يعني احنا عندنا ثقافه انه شيء خلاص خرب ارمي، فحبيت الفكره. بس اتخرجت من هنا وعلى طول اول ما رجعت من الـ من 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 نيويورك على طول سويت المشروع. تقول انه بسبب الاستعمال المتكرر واشعه الشمس تفقد الجلود الفاخره لونها، وعندما يحدث هذا الامر تقوم شيخه بالتحقق من مستوى اللون ثم تبدا العمل على الترميم والتجديد. اتمنى انه دائما احنا كبنات، يعني انا كنت مبتعثه برا، فانا اتمنى من كل المبتعثين او اللي عاش برا يجيب افكار جديده يضيفها لنا هنا في السعوديه، فبالعكس هذه الاشياء تخدمنا احنا وتخدم المجتمع وتخدم الوطن. هذه الصناعه التي تعمل بها نادره في المملكه، ولها مرتادين يريدون ان يحتفظوا بقطعتهم الفاخره من الشنط والاحذيه. هذا الفينتج كل ما قدم يزيد سعره كمان. للإخبارية خالد المطرفي، جدة.